أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كشف الشبهات، ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. وشي ضرك نقول صلى الله عليه وسلم، صلي الله عليك بها عشرة. أحسن الله إليك. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم يعني الآن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مجالس العلم جعل الله إياكم من أهلها فيها بركات عظيمة وكثيرة، فمن البركات هذه إن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل القارئ أو المستمع أثنى على الله، قال سبحانه جل وعلا تبارك اسمه تبارك وتعالى، وهذا الثناء له قدر عند الله جل وعلا وله جزاء عظيم، فيؤجر الإنسان على هذا. كذلك من فوائد المجالس هذه إن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فهو أبخل الناس وأبعده الله، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. ومن مجالس الذكر وفضائل مجالس الذكر وميزاتها إنه يترضى عن الصحابي رضي الله عنهما، هذا دعاء أن تسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم. ليش تدعو؟ لحبك لهم رضي الله عنهم، ولاعترافك بجميله بنقل العلم إليك، رووا هذا العلم عن الله ورسوله فنقلوه إليك فتترضى عنهم. دعوة لأخيك الغائب الميت بظهر الغيب لك مثل عند الله جل وعلا، الترحم على من دون الصحابي رحمه الله نفس الشيء، دعوة بظهر الغيب، الدعاء للحي وفقه الله حفظه الله زادنا الله وإياه علما وهدى وتوفيقا، يعني هذه لأجر. هذه خمس فوائد ما لها ثمن، ما تقدر بثمن محدود، يعني ما يعرف ثمنه، ثمنه عند الله جل وعلا، وما ذكر فهو من المرغبات والمغريات. السادس إن ذكر الآيات القرآنية تذكير القلوب، تذكير القلوب، إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توثق الصلة به وتحبب الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشخص. الملائكة التي تحف مجالس الذكر يؤمنون على الدعاء ويسألهم الله عن الجالسين في مجلس العلم، ويقول أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا، أني قد غفرت لهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مجالس الذكر أنهم تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. طيب هل فوائد هذه تقدر بثمن؟ ما تقدر، دنيوي ما تقدر أبدا، فلو ما يجيك إلا هذه. آخر شيء اللي هو المقصود اللي هو تذاكر العلم، نعتبر بك مسألة وتحفظه
طول عمرك وانت حافظ له ما تنساه وتعمل به انه تضح لك الحق، جاءتك الفائدة فرحت به، واللي يفرح بالشيء ما ينساه. حين لو الإنسان مسافر بطريق وانقطع وقفت السيارة ولا صار كذا كذا وجاه إنسان ما يعرفه ووقف إليه وأحسن إليه، أسعفه في تصليح السيارة وساعده في الماء ولا الطعام ولا الشراب ولا فلوس ولا شيء، يموته ما نسيها الجميلة. فالفائدة العلمية أفضل من هذا، لأن الفائدة العلمية ترتب عليها عمل، منذ سمعت هالفائدة وتعمل بها. أخبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفاطمة وهما نائمين بعد العشاء، فجلس بينهم وأدخل رجليه تحت لحافهما. كانت فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد منها أن يهبها خادما من سبي حصل عليه، فلم تجد فرجعت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. ما يحصل لكم من معونة الله في تلك الليلة واليوم الذي يليها أفضل من الخادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم أني لها العين. قالوا: ولا ليلة صفين، ليلة الحرب. قال: ولا ليلة صفين. طيب ليش ما ترك ليلة صفين؟ لأنه بعمله بهن من ذاك اليوم صار شيء عادي عنده، ما يتركه أبدا، ما ينساه، إنه ألف هذا الشيء. فالعمل بالعلم من أسباب استحضاره وحفظه وعدم نسيانه. فهذه من الفوائد العلمية إنك تأخذها من الكتاب لتقرأ أو يقرأ تسمع أو تسمعها في مذاكرة في الدرس، هذه فوائد عظيمة جدا، إنها تبين ما قال الله تعالى وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر ما عليه السلف الصالح. لذلك الإنسان يحضر بالرغبة، هذه يحضر للتفقه في الدين، للتعلم، سواء هو القارئ أو هو المستمع، هو على خير الحالين. ربما أن المستمع يكون أكثر استيعابا من القارئ، لأن القارئ مشغول. ولهذا قالوا أن القارئ كالحالب والمستمع كالشارب. هذه قيمة مجالس العلم. لذلك طالب العلم اللي عنده حسبة ورغبة في العلم ما يترك الفوائد هذه أصلاً، ما تند عنه وتغيب عن البال. لا، أنت في مجلس العلم في روضة من رياض الجنة، أنت في محل إجابة الدعاء، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اللهم أجرنا من النار وأورثنا في الدوس الأعلى مع الأخيار. أنت في مجلس العلم تحسن إلى غيرك، تحصل الخير لنفسك، إن الإحسان مراد به الثواب من الله جل وعلا. فأنت يعني ما بين ثناء على الله عز وجل ما هو أهله، تسبيح وتقديس تنزيه عن مباعد عن السوء، وما بين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رضي عن الصحابة وترحم على أهل العلم ودعاء لنفسك ولمن معك. هذه فوائد ما يفرط فيها يعني، وهذه ما يمكن تحصله وأنت وحدك، لو أردت تحصله ما تلتزم فيها،
ولا تيسر لك، يجيك ما يشغلك. لكن المجتهد لا، جاي محتسب، ولذلك تعان ويسر لك الأمر، تسهل لك الأمور كلها. لكن ما يفرط الإنسان في مثل هذه الأمور، يصير طماع، يصير طماع، يحصل حسن 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 حسن. ومن القطرات قطرات المطر تجري الوديان، نقطة نقطة، مع ذلك تجري الوديان اللي تشيل الجبال كثمان الرمل، هكذا الحسنات. فهمت؟ الله يحسن إليك يا شيخ. ثم الإنسان حضر هذه الحلقة وهالمجلس ما يدري يحضر مرة ثانية ولا لا، الأجل مغيبة ولا تأتي إلا فجأة، اغتنم الفرصة ما دام يمديك. نعم. أحسن الله إليك.